هشوف اخويا ميتا بعد ما تتنازلي عن الارض. هنروح المستشفى وتشوفيه. مالك يا ست نادر؟ متضايقه ليه؟ هتجبرك على حاجه؟ اعمل شغلك يا استاذ جرجس، بلاش سؤالات. حاضر يا كبير، حاضر. اتفضلي امضي على التنازل. اثنين اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.